وهنا السؤال دكتور محمود، يعني السوشيال ميديا في العالم أجمع تتحدث عن تلك الفتاة الهندية المسلمة المحجبة الشجاعة التي صاحت في وجوه هؤلاء الحاقدين على الحجاب بصيحة الله أكبر، وكانت ثابتة وكانت قوية في مواجهة هؤلاء الهمج. كيف رأيت هذا المشهد البطولي وتلك العزة وهي تدافع عن الحجاب؟ أقل ما يقال عن هذه الفتاة أستاذ علاء أنني رأيت فيها فتاة تتمسك، قبل أن أقول بإسلامها، تتمسك بقناعاتها. نحن الآن في عصر يتنازل الإنسان عن قناعاته لمجرد ابتلاءات خفيفة قد يتعرض لها، لكن هذه البنت تمسكت بما بنت بطلة بالفعل، قوية، تمسكت بمبادئها وقناعتها وسط هذا الهجوم الذي رأيته في الفيديو، ووسط دولة تدعو أحزاب فيها إلى قتل المسلمين علنية، بل ويحدث ذلك على مرأى ومسمع من العالم.